هذه إحدى قصص الستارت أب، واحدة من صناعات الجامعة الأمريكية بالتعاون مع مشاريع الفيلاب. قصة منعشة كماء البحر الأزرق، كلما سمعتها امتلأت شبابا وحيوية، بداية من المدربين الممتلئين بالطاقة التي لا تنفذ، نهاية بالستارت أب. هؤلاء يجتمعون في يوم يدعى الديمو داي، ولكن وقبل حضور حفل الديمو داي لقد وجدنا بعض من الستارت أب والمدربين ليلقوا على مسامعكم بعض من الكلمات الارتجالية. لحظة من فضلك. ألو محسن بيه. اهلا اهلا، يا رب تكون بخير. انا بخير الحمد لله. انا بس حابب اشكر حضرتك على ال 200 جنيه استثمار اللي حضرتك استثمرتهم معانا. طبعا عايز اقول لك ان هم كفوا معانا واشترينا بيهم المكان واشترينا بيهم التجهيزات المكان وجبنا بيهم الموظفين والعمال اللي هتشتغل. لا وكمان فاض معانا 30 جنيه و20 قرش. ايوه تمام، انا بشكر حضرتك جدا. شكرا شكرا يا فندم، انا شاكر لك. مع السلامه مع السلامه. انا المشكله كانت ان عندي جارتي ام سعيد، ام سعيد كان بتقابلها مشكله عويصه، الغسيل كان بيطير، كانتش عارفه تعلقه على الحبل، فعشان كده اخترعت اختراع بسيط جدا وهو المشبك. المشكلة ان الشركات دي بتقابل صعوبات كتيرة، واحنا بنحاول نقدم خدمات يتخطوا بيها هذه الصعوبات، ومن اهم الخدمات اللي بنقدمها لهم هو مبلغ ضخم 200 جنيه بيقدروا بيه يقووا الشركة ويقوموها ويخلوها شركة ناجحة. فاتجهت للفينشر لاب، سمعت عن المسابقة اللي عاملينها، مسابقة عودة البطل، عجبتهم الفكرة تبنوها. كلمنا طلعت باشا حرب وهو في غاية الممنومية والاستعداد ان هو يقدم مساعدة للشباب المصري اللي بيحاول يبدأ مشاريعه وشركاته. يعني خدمة بنقدمها هو خط تليفون يسمح لهم يكلموا ابعد المحافظات. خط المحافظات ده هايل جدا، انا بشكر الفي لاب ان هم ادولنا خط زي ده علشان اتصل بالمستثمر الهايل بتاعنا في طنطا، راجل عالي العالي. ثالث شيء وهو خدمة بريدية سريعة يقدروا بيها يتواصلوا مع المستثمرين في أنحاء الجمهورية وبره الجمهورية. بنحاول نساعد رواد الأعمال بأن احنا بنقدم لهم أحدث ما تقدمه التكنولوجيا، اللي عايز آلة كاتبة موفر لهم أحدث أنواع الآلات الكاتبة، اللي عايز قلم رصاص برضو بنتصرف له في واحد. احنا عايزين نشكر أي في لاب لتوفير الموديل الحديث اللي الآلة الكاتبة عشان نكتب عليها المشاريع بتاعتنا، وكل الفرق واقفة في الطابور عشان يكتبوا على الآلة الكاتبة دي. وآخر شيء مع أنه قد يظهر أنه صغير هو سبرتاية في المكان يقدروا يعملوا بيها قهوة عشان يقدروا يكتبوا مشاريعهم ويعملوا بنشاط. وفي النهاية نحب أن نشكر السادة الحضور على تشريفهم الحفل. نعم، إن الستارت أب المصري ظل وسيظل أبدا مدى السنين مقيا شامخا